مشاهدون قناة شوف دابا، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، بالقرب من الوكالة ديال اللي داك اللي كتواجد بشارع أم الرابيع. فكون كان الخو خداوي كون داوى راسو. شوفوا معايا، الإنارة العمومية من عادمة في حي الوئام ما كاملاش حتى 30 متر على الوكالة ديال ليداك. فتخيلوا معايا هاد ليداك كيفاش بغيتوها تقابل قطاع كامل على قدو، تقابل المغرب كامل، مع العلم ان الانارة العمومية من عاد ما حداها ما كاملاش 30 متر. هانتوما شوفوا، ها هو هذا بوطو ياك، ها هو طافي وماشي مرة وماشي جوج وماشي اول واحد وماشي ثاني واحد. شوفوا معايا هنا الظلمة، هنا الإنارة العمومية ما كايناش كتنعدم. فكون كان الخو خداوي كون داوى غير راسو. هانتوما شوفوا، شوفوا الإنارة العمومية هنا كيفاش منعدمة، كيفاش بغيتو هاد الناس يشدو بلد على قدو. هانتوما شوف هذا الوئام ياك، هانتوما خليكم معايا في هذا اللايف ياك، انا غنديكم حدا الوكاله باش نوريكم وتشوفوا شحال باش بعيد هذا البوطو هذا اللي طافي، وفين كتنعدم الاناره على ليداك، على الوكاله ديال ليداك اللي كاينه في شارع ام الرابع. هانتوما شوف، هانتوما ياك، حنا هنا الاناره منعدمه، حنا غنزيدوا شويه حتى ما عايش طوموبيل. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. فهاد الفيروج هذا بالضبط لي داك كاين على اليسر، ها لي داك، لي داك هي على اليسر. أنا غنجيب دورة باش تشوفو شنو كاين. ها لي داك، لي داك هي على اليسر. هانتوما شوفو هاد الفضيحة هادي على المباشر ديال اللي داك. يلا زيد زيد، انتم راه لي داك ياك، شوفوا لي داك، ها لي داك ياك، ها هي دي الوكاله ديال ام الرابع، ماشي شي بلاصه اخرى. انتم وكالة أم الربيع ديال ليداك ياك، هانتوما زيد الطاكسي إلا باغي تزيد، باقي معطلين حنا. هانتوما ها ليداك، ها الإنارة العمومية من هاد. هانتوما شوف حنا غنطلعو مع الطلعة ياك، غنوصلو ديك البلاصة لي كنا فيها قبيلة، غيبان ليكم الضو مكاينش، كاين هذا هما ساهلين هادو، ولكن هذاك البوطو اللي لهيه ما ساهلش طافي نهائيا. شوفوا الظلمة اللي كاينة هنا، هانتوما نطفي الضو ياك، هانتوما شوف، شوفوا على حال، شوفوا على حال، هادشي في الوئام حدا ليداك بالضبط، حدا ليداك بالضبط. اما الله هبطنا لتحت كارثه. ملي زدنا شويه ليه ما يبقى يبان لكم والو. ها انتم شوف راه كتنعدم نهائيا، ماشي بوطه ولا جوج. ما عرفتش انا علاش هاد الناس هادو ما باغينش يخدموش، واش ما باغينش يقابلوا المواطن، واش ما باغينش يشوفوا شنو كيشكل لهم هادشي من ضرر. انا الاناره العموميه ما كايناش تساوي الشفاره، غايجيوك يوميا يبقى يشفروا حداك. هذا حي الوئام حدا
ليداك بالضبط إنارة العمومية كتنهدم حدا الإقامة السكنية. عرفش واش زعما ليداك ما يكونوش شافوها، واش ما كاينش ناس مسؤولين مراقبين كيدوروا يشوفوا القطاع شنو فيه شنو خاصو، فهمت؟ هانتوما شوفوا هو البوط. فين مسكين؟ هو مسكين طارق. انا نطفي الضما يبقى يبان ليكم والو. كون كان الخوخ يداوي كون داوى راسو. ما ضرقنا لا سمش بغربال لا حتى شي حاجه، يعني قلنا لكم داكشي اللي كاين وداكشي اللي كيشوفوه المغاربه كاملين. ها ليداك، ها ليداك على يد الدلاسه. ها الوكاله، شو الوكاله فين كاينه وشتو الإنارة فين كتنهدم، ولا مسؤول على أنه قدر يتدخل باش يشعلوا لنا هاد البولة هادي. لحقاش غتولي السارقة، غيولي بزاف ديال الأمور خايبين يوقعوا تما. وراه كاينين ناس كيخرجوا مع الصباح، كاينين ناس كيمشيو خدامهم مع الصباح، كاين وليدات كيركبوا في ترونسبور مع الصباح وما يقدروش على أنهم يخرجوا في ديك الظلمة. راه هذيك الظلمه كتشكل خطر على الساكنه، فمايمكنش حنا نحطو بوليسي تما يبقى مقابل غير دوك الناس. لحقاش اللي داك ما بغاش تصايبنا البولات، صعيب هادشي. فكنتمنى على انكم تبارطاجيو هاد اللايف باش يوصل لجميع الناس المسؤولين، وغدا ان شاء الله نحاولوا نرجعوا باش نشوف واش اللي داك دار خدمته ولا لا. تبقاو على خير.